ندرس بالمجان، فلماذا نقابل بالحرمان؟ سؤال يطرحه أكثر من 9000 محاضر وإداري يعمل بالمجان في المؤسسات التربوية في النجف، التي شهدت تظاهرات للمحاضرين أمام مديرية التربية التي أغلقوها، مطالبين بتعديل الفقرة الخاصة بهم في موازنة 2021 والتعاقد معهم بشكل رسمي للاستمرار في عملهم. صرنا 9600 نفر، يعني 9600 محاضر حقيقة لاق التهميش من قبل الحكومة المحلية، فضلا عن المركزية اللي هم حقيقة مو يمنى، وأعتقد يعني تهميش واضح من اللجنة المالية، عتب كبير على اللجنة المالية. سنوات عدة يعمل المحاضرون في المدارس دون مقابل، أملاً بتنفيذ الوعود الحكومية والبرلمانية التي تطلق لهم في إيجاد فرص توظيف بصفة عقود وقتية أو بشكل دائم، إلا أن تلك الآمال خابت بعد تمرير الموازنة للعام الحالي وفق وصفهم. أقل شيء إحنا استحقاقنا تثبيت، ثبتوا عندكم قرار 59، قرار 59 شي يقول؟ يقول أكو تثبيت للمحاضرين القدامى، وينكم؟ ليش ما تثبتونه؟ ليش تفاجئنا بالموازنة؟ أصلاً عقود ماكو، أصلاً تثبيت وتعيين ماكو. معيشة إيجار وهم كراوي وهم تدريس مجاني، وتجي حتى المدير مرات تجي مجاني رفضانه. أنا قلت لك خريج من 2015 دورت مدرسة ما لقيت، يعني جاء القدر أنه حضرت بالعشرين، وهواي أكو 10 وأكو 11 سنة محاضر، الله وكيلك وعمره بالأربعين سنة. ويقول المحاضرون المجانيون إنهم يسدون شاغرا ليس بالهين في مدارس النجف التي باتت تعتمد عليهم في كوادرها التدريسية، مهددين بالتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ويحذر المحاضرون المجانيون من خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن الوعود باتت غير مقنعة، وأن التنفيذ على أرض الواقع السبيل الوحيد لإنهاء احتجاجاتهم. من النجف، محمد رزاق، التغيير.